ما هو المطلوب للنجاة من الموت أو التغير بشكل عام؟ الإجابة على السؤال ده قائمة بشكل أساسي على تعريف هويتنا. لو جوهريا كنا مجرد كائنات روحية غير مادية، إذن الإجابة مباشرة، من الممكن إننا ننجو من الموت فقط إن أمكن لأرواحنا النجاة من الموت. وبالتأكيد السؤال التالي هيكون: ما هو المطلوب لأرواحنا كي تنجو من الموت؟ جميع الديانات الكبرى بتعطي أمل في استمرارية أبدية للإنسانية، استمرارية من السلام، الكمال، الحقيقة المطلقة والسعادة الدائمة. لكن بالطبع سمات تلك الاستمرارية لم يتم رصدها أبدا في الحياة، ومن هنا الدين بيطرح حل بسيط لكن مؤثر. فبالرغم من إن أملنا وأشواقنا العميقة للحقيقة، السلام والسعادة المطلقة، لن يتم تحقيقها في هذا العالم، إلا إنه سيتم تحقيقها بكل تأكيد، لأن الإجابة الدينية إن الحياة ليست هي نهاية المطاف، لكننا سنستمر في الوجود بصورة ما بعد الموت. الإدعاء القوي اللي بيثير مجموعة من الأسئلة: هل فعلا سنستمر في الوجود بعد الموت؟ أم إن الموت مجرد نهاية لإدراكنا؟ وإيه هي الأدلة على هذا الإدعاء القوي؟ لو فعلا حننجو من الموت، ما هي يا ترى سمات التجربة؟ وماذا سينجو بالتحديد من كياننا؟ هل أفكارنا، معتقداتنا وذكرياتنا هتظل كما هي؟ ولا كل شيء هيتغير؟ هل هتعرف أهلك وأصدقائك بعد الموت؟ ولا هيتغيروا تماما لصورة لا يمكن تمييزهم من خلالها؟ الأسئلة دي بعض من مجموعة كبيرة من الأسئلة اللي عادة ما بتدور في ذهن الكثيرين من أصحاب المعتقدات الدينية. والإجابة على التساؤلات دي بشكل كبير بتحددها الرؤية الكونية للفرد World View، اللي عادة ما بتشكلها تقاليد المدرسة الدينية اللي بيتبعها الفرد. وبالرغم من إن كل الديانات الكبرى بتقدم إجابة إيجابية على تساؤل إن كان هناك استمرارية بعد الموت، إلا إن الإجابات اللي بتقدمها مختلفة بشكل كبير. ودلوقتي غمض عينك، فكر للحظات في حياتك، أقربائك وأصدقائك. يا ترى هيكون إيه مصيركم بعد الموت؟ هل الموت نهاية المطاف؟ أم إنه بداية لخلود أبدي دائم؟ ولو نجيت من الموت، إيه اللي حينجو منك بالتحديد؟ وإيه هي سمات تجربة النجاة من الموت؟ هل هتنجو أفكارنا، معتقداتنا، ذكرياتنا، ويمكن أجسامنا؟ أم من الجائز إنها مجرد آمال بشرية والفناء هو قدرنا الحتمي؟ فكر تاني.